عايزين ننعي رحيل واحد من رموز الحركة الإدارية الرياضية في مصر، المهندس حسين صبور، الرئيس التاريخي لنادي الصيد وواحد من أصحاب التجارب الكبيرة جدا في إدارة الأندية، رحل عن دنيانا اليوم، ونعاه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة النادي والعاملين في النادي وأعضائه. خسارة المهندس حسين صبور ليست فقط في المجال الرياضي، ولكنه في كل مجال عمل فيه كان في المقدمة. هو أكبر من المطورين العقاريين لا، كمكتب استشاري قبل التطوير العقاري. هو رجل يعني كان في كل العصور هو الشخصية التي يلجأ إليها عندما تطلب النصيحة الهندسية أو الإنشائية أو التخطيطية. يعني بإذن الله ما يتركش الفراغ الكبير والخيرة في أولاده اللي ماشيين على نهجه. ألف رحمة ونور على المهندس حسين صبور ورحيله، لكن كمان الكابتن محمود الخطيب نعى واحدا من زملاء الملاعب نادي المقاولين العرب النهاردة، فقد نجمه الكابتن محمد زمزم. زمزم عليه رحمة الله توفي اليوم بعد صراع مع المرض، والحقيقة كابتن محمد زمزم واحد من اللي صعدوا مع المقاولين من الدرجة الثالثة للثانية للدوري الممتاز في نهاية السبعينات، وكان له بصمة كبيرة على ذئاب الجبل. مؤكد هو واحد من يعني المدافعين اللي شاركوا المقاولين يعني رحلة الصعود ورحلة الانتصارات أيضا. رحمة الله على الجميع وتغمدهم برحمته بإذن الله.